وحول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي. مساء الخير أخوي عبد العزيز. مساء النور مريم. نعم، خبرنا أخوي عبد العزيز عن آخر تحديثات الطقس، خاصة أن أنت قبل شوي صرحت أن تمددت هذه الحالة من ساعات الصباح الأولى ليوم الغد حتى يوم الأثنين. نعم، لا تزال التوقعات بتأثر البلاد في حالة من عدم الاستقرار قائم. إلى الآن بدأت تكونات السحب غرب دولة الكويت. حاليا رصد رادار الطقس التابع لإدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني سحابة ركامية شديدة وعنيفة في بالقرب من منفذ السالمي غرب دولة الكويت، متوقع أنها تبدأ تدخل داخل الأراضي الكويتية وتتجه نحو المناطق السكنية خاصة الوسطى. سحابة عنيفة متوقع أن فيها هطول أمطار قد يكون غزير ورياح نشطة، وأيضا متوقع أن يكون فيها برد. تستمر ويانا هذه الحالة خلال 12 ساعة القادمة بفترات متقطعة وكذلك بكميات أمطار متفاوتة. إلى الآن آخر التحديثات مثبتة إلى أن الحالة ستمتد إلى ساعة الصباح الأولى من نهار يوم الاثنين، ولكن القوة والغزارة خلال 12 ساعة القادمة. نعم أخوي عبد العزيز، ذكرت أن هناك بعض تكونات السحب خاصة على المناطق الغربية في الشقاية والسالمي، هل من المتوقع أن هذه السحب تبدي تتحرك على بعض المناطق الداخلية من البلاد، المناطق الشرقية أو المناطق الجنوبية؟ وهل من المتوقع كميات غزارة الأمطار المصاحبة لهذه السحب، هل هي متوسطة خفيفة أم هي غزيرة؟ نعم، مثل ما ذكرت قبل شوي أن متوقع أن تتجه هذه السحب إلى المناطق الوسطى خاصة المناطق السكنية مرورا في مدينة الجهرة السكنية وعبورا إلى المناطق الوسطى. من قيمة الدي بي زي لقياس قوة السحب في رادار الطقس، متوقع أن تكون هذه السحابة بكميات أمطار قد تصل إلى غزير ورياح قوية تتجاوز 70 كيلو متر في الساعة. نعم، هل من المتوقع أيضا مع نشاط الرياح هل راح يصاحب إثارة بعض الغبار على هذه المناطق؟ الغبار فرصة ضعيفة لأن معظم المناطق الصحراوية في الكويت أصبحت شبه مبللة ومشربة الكثير من الماء والأمطار بسبب الأيام السابقة. راح تنخفض الرؤية الأفقية وذلك بسبب هطول الأمطار. هطول الأمطار راح يكون شديد وقوي، راح يأثر على الرؤية الأفقية. نعم، كل الشكر لك مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية زميلنا عبد العزيز القراوي، وكل الشكر أيضا للجهود المبذولة من قبل إدارتكم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة في دولة الكويت من خلال مركز التحكم الموجود حاليا في إدارة الدفاع المدني.